حلقة جديدة من أسبوع البلد، أهلا بكم مشاهدين الكرام وأبرز ما لدينا في حلقة اليوم. المهرة تضامن مستمر مع القضية الفلسطينية، وتضامن مع القضية الفلسطينية في وادي حضرموت. صنعاء شهاب المقرمي فنان رسم الوجوه. أهلا بكم مشاهدينا، والبداية من المهرة. تضامنا مع الشعب الفلسطيني ومساندة لغزة وما يتعرض له أبنائها من عدوان غاشم، نظم رسامون ورسامات في محافظة المهرة معرض صور احتوى أكثر من 40 صورة معبرة عن مأساة الشعب الفلسطيني ومجسدة لمقاومته ضد الاحتلال الذي لا يزال يرتكب المجازر بحق أبناء غزة. كاميرا أسبوع البلد زارت المعرض وخرجت بهذا التقرير. استمرارا في التضامن والمساندة من قبل أبناء محافظة المهرة مع الشعب الفلسطيني فيما يتعرض له من إبادة جماعية وقصف إسرائيلي يستهدف المدنيين من الأطفال والنساء في قطاع غزة، نظم رسام محافظة المهرة معرضا تخلله أكثر من 40 صورة معبرة عن مأساة الشعب الفلسطيني. بالنسبة للمعرض، الرسم يعتبر تنفيس عما في النفس نفسها، يعني الرسومات تعبر عما في مآسي من في فلسطين. أقل شيء نقدر يعني نقدم لأخواننا في فلسطين بجهدنا بالقلم، يعني ضعيفين جدا نحو أخواننا في فلسطين، نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يعزز بالنصر. بالنسبة للقطاع النسوي في جمعية الأقصى، حاولنا جهودنا قدر الاستطاع أن احنا نعمل هذا المعرض التمثيلي البسيط جدا، قليل حقا يعني قليل جدا في حق اخواننا الفلسطينيين، ولكن نريد ان نوصل رساله ان قلوبنا ما زالت معهم، ونحن ضد هذا الكيان الصهيوني وضد هذه الاضطهادات التي تحصل لهم لاخواننا في فلسطين، وضد اي كيان يساعدهم، يساعد الكيان الصهيوني، ضد التطبيع، ضد الصهاينه. شارك في المعرض عدد من الرسامين في المحافظة بإشراف الرسام والخطاط محمد الغميري من خلال نقل الواقع المريري في داخل غزة وإيصاله للناس عبر لوحاتهم التي صورت أطفالا يصرخون وينزفون وآخرون تحت الركام متألمين، كما تحكي رسوماتهم أيضا كفاح الشعب الفلسطيني في مواجهة الغطرسة الإسرائيلية وإبادة شعب أعزل بأكمله وسط صمت المجتمع الدولي. رسمت مجموعة من الرسمات تضامن مع القضية الفلسطينية، ونتمنى عبر رسوماتنا أن نبين تضامننا ومع القضية ونبين مشاعرنا من خلال تضامننا في القضية من خلال مواهبنا بإذن الله. من خلال رسوماتنا نتمنى أن توصل الرسالة وتضامن الشعب اليمني والعربي بشكل عام في القضية الفلسطينية ويتم تحريرها من الإسرائيليين بإذن الله. المشاركون في المعرض أرادوا من خلال تسليط الضوء على معاناة الأطفال في غزة وكيف يقتلون أمام مرأى العالم الذي يلتزم الصمت، كما تخلل المعرض ركاما للمنازل المدمرة وأسلحة المقاومة الفلسطينية التي هزمت أعتى الجيوش تسليحا. كرر الأخوة القائمين على هذا المعرض الذي جسد دور ومساندة لأخواننا في فلسطين وفي قطاع غزة، حيث تعبر هذه الرسومات عن الواقع الحقيقي الذي يعيشه أخواننا والفلسطينيين والمجاهدين في قطاع غزة من حرب إبادة تعرض لها من قبل العدوان الغاشم الصهاينة الذين يمارسون أبشع جرائم والمجازر في هذا التاريخ في القرن الحالي. تعتبر هذه مجازر بشعة تند لها الجبين، مدانة بكل ما تحمل الكلمة من معنى. خاطب الرسامون العالم بلغة الفن والريشة حول ما يجري في قطاع غزة من جرائم للجيش الصهيوني ومن تعاون معه بحق الشعب الفلسطيني، كما أكد المعرض ضرورة دعم أبناء غزة كواجب ديني على الأمة العربية والإسلامية. لبرنامج أسبوع البلد، قناة المهرية، محافظة المهرة. وعن هذا الموضوع مشاهدينا الكرام ينضم إلينا من المهرة محمد علي القميري وهو خطاط ورسام. مرحبا بك محمد.
يا مرحبا، حياك الله اخي العزيز. محمد، ما هي الرسالة التي أردتم إيصالها من خلال هذا المعرض؟ أولا أشكر قناة البحرية على هذه الاستضافة الجميلة وعلى هذه المحادثة، وأشكر قناة البحرية لدعمهم للموهوبين وتشجيعهم، وأشكر كل طاقمكم النشيط في الميدان. أخي العزيز، بداية أود أن أنوه إلى أن الرسامات لم نريد أن نقوم بهذا المعرض عن غزة. الكل استجاب ما شاء الله، والكل دعم في ذلك، و كانت معنا ثلاث رسامات لديهن دوار سالم وعاية وجمية. نعم. قمنا بعمل جبار في رسمهن التطوعي لغزة العزة. جميل. نعم. وما يجري في غزة من قتل الأطفال، يعني شيء يندال هالجبين في ظل صمت الحكم العرب. نعم. صراحة هذا شيء يعني حز في نفوسنا جميعا، كلنا الفنانين الكبار، قمنا بهذا بعمل رسومات وقمنا بهذا العمل. نعم. عمل تطوعي. جميل، وهذا دليل أيضا محمد على أن الفن له رسائل إيجابية أيضا، وما قمتم به يعد شيء إيجابي. طيب محمد، كيف رأيتم التفاعل مع هذا المعرض؟ نعم، نتمنى أن تصل هذه الرسالة، نتمنى أن تصل. محمد، سألتك عن التفاعل مع المعرض، كيف كان التفاعل، تفاعل الحاضرين، كيف كان الحضور أيضا؟ نحن قمنا بالمعرض، المعرض يعد أول مرة، أول معرض يقام في المهرة على ما أعتقد. يعني الناس مستغربين، لو بعد يقول لهم مع معرض بعضهم الذين فاهمين حق المعارض هذه أراضي بحضر، حضروا الكثير الحمد لله، وحضروا الشخصيات هامة والحمد لله. كان المعرض يعني أتمنى أن تصل رسالة من خلال المعرض هذا إلى الخارج. نعم، أشكرك جزيل الشكر محمد القميري، كنت معنا عبر الهاتف للحديث عن المعرض والذي أقيم في المهرة من أجل إيصال رسالة عن ما يعانيه الشعب الفلسطيني. إذن مشاهدينا الكرام، متواصلين معكم في أسبوع البلد، وننتقل الآن إلى حضرموت، حيث تقام العديد من الفعاليات المساندة للشعب الفلسطيني ومقاومته في قطاع غزة. وشهد الوادي، وادي حضرموت، مسيرات جماهيرية ووقفات احتجاجية ومهرجانات شعبية. قضية فلسطين وما يجري في غزة سيطرت على مشاعر السكان في وادي حضرموت من خلال حضورها بشكل كبير في مختلف الفعاليات الرياضية والاجتماعية أيضا. نتابع هذا التقرير من حضرموت. من مدرجات ملعب سيئون الأولمبي، أصر جمهور نادي سيئون لكرة القدم على إيصال رسالة تضامن مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ضد همجية الاحتلال الصهيوني. لوحة تضامنية حملت الكثير من المشاهد عرضها المشجعون في هذه المباراة، أظهرت للمشاهد صورة من الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني ومقاومته في مواجهة الهمجية الصهيونية المدعومة بشكل مباشر وغير مباشر من أنظمة ادعت كذبا خلال سنوات طويلة الدفاع عن حقوق الإنسان. وتمثل هذه اللفتة من قبل الجماهير الرياضية مؤشرا على حالة التضامن مع الشعب الفلسطيني الذي باتت قضيته حاضرة في الجمهور الرياضي بشكل كبير. نحن عبرنا عن فلسطين في هذا في 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 التشييع في كرة القدم، بحيث ان احنا ننقل الصورة عن مأساتهم. كون كرة القدم يعني هي يعني الأكثر إعلاميا في هذا الوقت، يعني فهمتنا، والتشييع له دوره، ونحن نقلنا الصورة من المدريات لنقل مأسات إخواننا في غزة، كما نقل الكثير والكثير في العالم هذه الصورة. طبعا هذا أقل ما نقدمه لهم، لأن نحن بعاد منهم، ونكون نحن نسوي هذه أقل شيء عشان نكون معهم بالتضامن، ونكون لهم سند، وإن شاء الله يعني ما نقصر معاهم بالدعاء، وربي ينصرهم إن شاء الله من العدو الصهيوني، وعسى الفري من الله للمسلمين إن شاء الله بإذن الله تعالى. هذا التضامن لم يقف عند الجمهور الرياضي فحسب،
طلاب المدارس هم الآخرون عبروا في فعاليات مختلفة عن تضامنهم مع شعب فلسطين الذي يواجه إبادة جماعية، في حين تقف الأنظمة العربية والغربية متواطئة مع المجازر اليومية بحق المدنيين الأبرياء المحتمين مستشفيات ومدارس ظنوا أنها لن تصل إليها آلة القتل التي أعطيت الضوء الأخضر للقضاء على كل مظاهر الحياة في قطاع غزة. في هذه الفعالية العظيمة التي أقامتها السلطة المحلية بمديرية غالب نمين وأشرف عليها المنتديات الشبابية، قد شعرنا بشيء من واجب الأخوة الذي يلزمه علينا شرعنا تجاه إخواننا في أرض الرباط في أرض فلسطين، والذين تتألم قلوبنا لحالهم، ولكننا نستبشر بإذن الله تعالى لهم النصر والعون والمدد من الله سبحانه وتعالى، وبإذن الله تعالى نأمل إن شاء الله كما اجتمعنا في هذا اليوم لأجل نصرتهم نجتمع إن شاء الله تعالى احتفالا بنصرهم. فعاليات مساندة للشعب الفلسطيني ومقاومته في قطاع غزة شهدها وادي حضرموت منذ بداية العدوان عليهم، مسيرات جماهيرية ووقفات احتجاجية ومهرجانات شعبية كانت أبرز هذه المظاهر التضامنية، لتبقى قضية فلسطين على رأس أولويات الشعب اليمني الذي يواجه هو الآخر مؤامرات وحروبا دمرت كل جميل فيها. لبرنامج أسبوع البلد، قناة المهرجة، حضرموت. ننتقل إلى شبوة مشاهدين الكرام، حيث يعد سوق جولة العسل في مدينة عتق من أقدم الأسواق الشعبية في المحافظة، ولا يزال يحتفظ ببعض العادات القديمة في البيع والشراء. اليوم نسلط الضوء على عادة يتداولها بعض الباعة للعسل في شبوة تسمى الدلالة، وتستخدم بطرق تقليدية ويمارسها أشخاص محددون ومتعارف عليهم في السوق، وتعد مصدر دخلهم الوحيد. نتابع. لسنوات طويلة ظلت مهنة الدلالة التقليدية حاضرة وعصية على الاندثار في أغلب معاملات البيع والشراء في الأسواق الشعبية بمحافظة شبوة. عرفت مهنة الدلالة في شبوة منذ مئات السنين، ولا يزال هناك من يمتهنها من المواطنين ومصدر رزقه الوحيد، خاصة في وقت المواسم السنوية لبعض البضائع مثل موسم العسل الذي يتجمع فيه الباعة من كل مديريات المحافظة في مكان مخصص في سوق مدينة عتق القديمة يسمى جولة العسل، الذي لا يزال محتفظا بمكانه وأساليبه القديمة في البيع والشراء. بالنسبة للدلالة هي قديم وجديد، هي الدلالة هي يعني في العسل وفي السيارات، إنما تختلف من الأغنام إلى العسل في بالنسبة للتسعيرات، ومستمرة الناس على هذا الوضع ويبيعون ويشترون، يعني على الدبه مثلا 2000 على البياع و1000 على المشتري، والبياع والمشتري لما وهكذا ما يتم، ويتم ضغط على البياع في حاله عندما يسد بينهم، يبدا من مثلا من 500 ريال 600 ريال 56 700 يضغطون على المشتري، حد يصغر بدغنه وحد يصغر باذنه وحد لما يبيع بهذا الشكل ومستمره. تتعدد أساليب الدلالة وطرق إقناع البائع بالثمن والمشتري بالسلعة من دلال لآخر، ولكنهم جميعهم يتطابقون في استخدام وسائل قديمة متعارف عليها في السوق، مثل ضم إصبعي البائع والمشتري وإمساك شعر الذقن أو الرأس في حال أراد أحد الطرفين إقناع الآخر، وتكون عملية البيع تامة عند تلفظ الدلال في نهاية المساومة الله يبارك. الآن هذا الدبه اللي بيدي بتاعت ب 600 ريال بين البياع والمشتري، اشترى يعني وتمت البيع والشراء، وبالنسبة حسب البيع والشراء احنا اللي بيع والاشتري في العسل ولا دل فيه، وبتاع أعلى شيء 1500 أنقص شيء 600 ريال. بالنسبة للدلالة هي معروفة عند البياع والمشتري، يشتري يعطي دلالة البيع والمشتري يعطي دلالته ونشل منه. بالنسبة هذا الأيام يقولون عند البيع 2000 وعند المشتري 1000.
يحصل الدلال على مقابل مادي عند تحقيق التراضي بين الطرفين وإتمام عملية البيع. ويتميز سوق جولة العسل في شبوة بشهرة عدد من الدلالين وتعارف الباعة عليهم، إلا أن هذه المهنة ليست حكرا عليهم فحسب، بل أصبحت وجهة للباحثين عن فرصة عمل. عوض صالح لبرنامج أسبوع البلد. قليلون في الوسط الفني منذ القدم من اشتهروا برسم الوجوه، وشهاب المقرمي ذو 50 عاما لا يزال يرسم ويرسم أجمل اللوحات الفنية المعبرة عن إرث يمني كبير وكنوز لابد من الحفاظ عليها. تفاصيل عن فنان رسم الوجوه شهاب المقرمي في هذا التقرير. الفنان الأكثر شهرة بتاريخه العريق المليء بآلاف اللوحات عن الوجوه الشهيرة شهاب المقرمي، الذي يبلغ عمره الفني أكثر من 30 عاما، ملئ منزله بلوحات لأشهر عمالقة الفن والأدب. اشتهر المقرمي بلوحته المميزة الذاكرة الشهابية، التي جمع فيها قرابة 300 وجه مؤثر محليا وعالميا، ورسم بمختلف خامات الرسم وأبدع بالألوان الزيتية آلاف اللوحات التي يتمنى أن تخلد في معارض خاصة. لكن الوضع الحالي الذي يمر به الكثير من الفنانين اليمنيين، وهو أحدهم، جعل من زوايا غرف منزله مأوى لكنوزه الثمينة. شهاب المقرمي فنان تشكيلي متخصص في رسم الوجوه بالمواليد الحجرية بتعز. بداية الرسم فهو من الصغر، قبل ما أتعلم الحروف كنت ألعب في العقيد والطين، العقيد حق أمي والطين، الطين العادي يعني. أنا انتقلت للرسومات في الألوان الزيتية ثم تركتها لغلاء الألوان الزيتية وصعوبة تجهيز القماش والرسم عليه وندرة هذه المواد، فاتجهت إلى الرسم بالباستيل، الباستيل الناعم، وبعدها بالفحم، وقبلها بالرصاص، ومرة اشتغلت بالحفر على الخشب. يعبر المقرمي في الوقت الحالي عن ألمه لما يحدث في غزة، فرسم لوحات عن انتهاكات الطفولة والإنسانية في فلسطين، تضامنا معهم واستنكارا لما يعانونه، وهو أقل ما يمكن أن يعبر به كإنسان حر غيور. ويتوق المقرمي لإقامة معرض خاص بلوحاته الفنية التي تعبر عن ذاكرة يمنية بريشة فنان أحب وطنه وأبناء وطنه وخلدها بين يديه. مآسي غزة تقطع القلب والله، مآسي غزة مثل هذه اللوحة، هذه بنت كأنها بنتي، كأنها بنتي، تحمل أخيها أخاها، وليس معها أحد إلا الله، فقدت أسرتها، فقدت، فتصرخ تصرخ إلى الله لعل الله يجيب دعاها وينتقم من المجرمين. أنا لما أجلس أرسمها أتعلم وأتألم وأتقطع، وحتى تجي لي كوابيس في الليل لما أشوف الصور هذه، ربنا يلطفهم يعينهم وينصرهم على عدوهم. أشتي أعمل معرض لأيوب طارش، معرض البلدوني، معرض للحمدي خاص بهم، لكن الكلفة كبيرة جدا، ويعني اليد لا تصفق، زي ما يقول اليد الواحدة لا تصفق، فنحاول قدر الإمكان نعمل اللي نقدر عليه. لوحات الفنان القدير شهاب المقرمي لأيوب طارش والبردوني تكفي لإقامة معرض خاص لكل منهما، فكيف بلوحاته الكثيرة الأخرى؟ لكنه كغيره من الفنانين يفتقر لأبسط مقومات الحياة، فكيف بإقامة معرض خاص به؟ فهل من لفتة جادة للاعتناء بكنوز هذا الفنان التشكيلي التي تعد ذاكرة خالدة لرموز اليمن وإرثا قيما لا بد من الحفاظ عليه؟ فاصل مشاهدينا ونعود بعده لمتابعة أسبوع البلد، تكرموا بالبقاء معنا. في عالم مليء بالقصص، دائم التطور والتحديثات، تتباين الآراء
وتختلف التعليقات. تزيد التفاعلات ولا تنتهي ردود الفعل. نعرض ما فاتك ونأتيك بالجديد. ستوري، قصتك أنت. حياكم الله مجددا مشاهدينا. هذا الموسم أو هذه الأيام هي موسم عسل السدر من بداية شهر أكتوبر، وعلى مدى 40 يوم هي الفترة الخاصة بعسل السدر. مديرية دوعن بمحافظة حضرموت تشتهر بالعديد من أنواع العسل، خصوصا عسل السدر الذي أخذ شهرة واسعة محليا وعالميا. قناة المهرية زارت وادي دوعن لنقل واقع هذا الموسم من العسل. بعد عام كامل من الانتظار لهذه اللحظة التي يتجهز لها أحد أقدم مربي النحل في وادي دوعن بحضرموت، عبد الله يمارس مهنة تربية النحل لأكثر من 3 عقود ويمتلك أكثر من 150 خلية فوق سطح منزله. قطع عبد الله شوطا طويلا في الاهتمام بها ليبدأ في إخراج محصوله من عسل السدر، والذي يعد من أجود أنواع العسل كونه يتميز بفوائد صحية وغذائية، ما أكسبه شهرة واسعة، لذا يزداد الطلب عليه من داخل وخارج البلاد. أنا لي في النوب تقريبا 30 أو أكثر من 30 سنة، وهذه الأيام تعرفون أيام موسم العلب، يعني أجود أنواع العسل العلب السدر، يعني ممتاز، يعني هذا عالميا مشهور عالميا، نحافظ عليه يعني من السكر. هذا من يوم يدخل الموسم ما نلقي له شيء سكر، بحيث انه يعني جودته تكون عاليه جدا. يعني العلب يعني يكون لازم يكون نوب، يعني نوب علب مش نوب ضعيف، يعني النوب ضعيف ما يلقي شيء عسل زين. كثيره هي انواع العسل التي ينتجها النحل في وادي دوعن، لكن عسل السدر تتميز به هذه المنطقه كغيرها من المناطق اليمنيه. عسل البغية أو كما يطلق عليه بالسدر تنتجه النحل من رحيق شجرة السدر، ما يجعله طبيعيا ويباع بأسعار مرتفعة. يمتاز العسل الدوعني بأنه من أشهر العسال عالميا. السبب هو أن العسل الدوعني طبيعي جدا، لأنه منتج من نباتات طبيعية برية بعيدا عن التلوثات الكيميائية. صعوبات كثيرة يواجهها النحالون في هذا الوادي، فهذه البيئة المناسبة لتربية النحل جعل عشرات النحالين من محافظات مختلفة يأتون بنحلهم إلى هنا في الوقت الذي لا يوجد هنالك اهتمام بأشجار السدر. طبعا عدد الوافدين اللي يدخلوا إلى دوعن في موسم السدر أكثر من 134 ألف طائفة. نحن في من أهداف الجمعية أن نحافظ على أشجار السدر والتوسع في زراعتها، بحيث يكون هناك حمولة رعوية كافية لعدد الطوائف الداخلة. لطالما ظل وادي دوعن يتميز بهذا النوع من العسل، ما جعل مئات المواطنين يتخذون من تربية النحل مهنة رئيسية، رغم ضعف اهتمام السلطة المحلية وتذليل المعوقات والصعوبات التي يواجهها النحالون، ليستمر عسل السدر محافظا على جودته وشهرته العالمية ويبقى هوية حضرمية يمنية. زكريا محمد لأسبوع البلد، مديرية دوعن. منك يا عسل دوعن قوت العاشقين. المآذن مشاهدينا الكرام لها رمزية خاصة لدى أبناء محافظة المهرة، حيث عمل الإنسان المهري منذ القدم على التفنن في تصميمها وإعطائها شكلا أو أشكالا متنوعة. تعد هذه المآذن دلالة على الفن المعماري المهري الإسلامي. هذا التقرير فيه المزيد من التفاصيل. عندما تتنقل بين مناطق محافظة المهرة وتجوب شوارعها، ستلفت نظرك المعالم التاريخية الموجودة هنا.
هذه هي مآذن المساجد في محافظة المهرة الفريدة والمتميزة بشكلها المعماري الإسلامي، والتي يسميها أبناء محافظة المهرة باللغة المهرية منورت. مساجد المهرة تتميز بالمنارات أو ما يسمى بالمآذن، وهذه ميزة لكل مساجد المهرة. وما تجد مسجد المهرة زمان إلا وله منارة أو مأذنة، هذه في ضوء في وجود عدم وجود الصوتيات زمان لها دور مميز، ومدارس السيحوت تتميز بهذه الميزة الخاصة، هي المنارات والمآذن، ومنها مسجد بكريت الذي خلفنا كان له منارة كبيرة مشهورة على مستوى محافظة المهرة. كانت مساجد بلاد المهرة قديما مع دخول الإسلام إليها بلا مآذن، ثم أضيف إليها المآذن لينادى للصلاة من فوقها، ومع مرور الزمن باتت المأذنة قطاعا خاصا من فنون العمارة المهرية، حيث طور الإنسان المهري شكل المآذن وتفنن في تصميمها فأعطاها أشكالا متنوعة ما بين مدورة ومربعة، وفي داخل كل مأذنة سلم حلزوني كان المؤذن يصعد عبره وينادي للصلوات قبل اختراع المكبرات. هذه المآذن التي نراها لا زال الناس محافظين عليها إلى يومنا هذا، مع أنهم قد استغنوا عنها في هذا العصر الحاضر المعاصر الذي تقدم فيه العلم والتطور والتكنولوجيا، وهناك ميكروفونات تقوم بمقام المأذنة، لأن في السابق ما بنيت هذه المآذن إلا من أجل أن يؤذن فيها ويرتفع الصوت ويكون أكثر انتشارا في القرية، وأما الآن فقد استغني عنها، ومع هذا فالمسلمون لا يزالون يحافظون عليها من باب المحافظة على التراث، ومن باب أنها سبب لمعرفة المسجد. الإنسان الغريب إذا جاء ينظر إلى البلاد فيعرف المسجد بهذه المأذنة. تمثل المآذن رمزا للفن المعماري المهري الإسلامي وركنا أساسيا لبناء أي مسجد في المهرة. اليوم أصبحت تلك المعالم التاريخية القديمة تعاني الإهمال وتواجه خطر الاختفاء، حيث هدمت الكثير من مآذن المساجد القديمة وأزيلت، وذلك مع تجديد المساجد، إذ يزيل المهندسون تلك المآذن القديمة ويستبدلونها بمآذن حديثة دون الحفاظ على الشكل والطراز المعماري القديم، ما يهدد باختفاء الكثير من هذه المعالم التاريخية القديمة. يعود اكتشاف جبل أرويك إلى سنة 1935 كموقع تاريخي في مدينة الأقزام، أو كان يطلق عليه اسم مدينة الأقزام لأنه عبارة عن الآلاف من الديم الصغيرة المنتشرة بجبل أرويك. التقرير التالي يسلط الضوء على هذه المقبرة الحجرية في منطقة رويك بصحراء محافظة مأرب. تعد اليمن إحدى الدول الغنية بالمواقع الأثرية، وهي مواقع أثرية متنوعة تتوزع على مناطق مختلفة في البلاد، فهذه القبور الحجرية بمنطقة رويك بصحراء محافظة مأرب يعود تاريخها إلى نهاية الألفية الرابعة قبل الميلاد، أي قبل 5000 عام، وفقاً لدراسة فرنسية أجريت بين العام 1999 و2000 للميلاد. ووفقاً للدراسة فإن هذه القبور تدل على أن الإنسان استوطن صحراء مارب منذ قديم الزمن. منطقة الرويك فيها مجامع كبيرة من القبور ترجع إلى العصر البرونزي، وكلها مقابر برونزية، وعيد الشخص البعض منها خلال العصر الثري. هذه القبور في بدايتها ترجع إلى العصر البرونزي لحوالي 1200 أو ما قبل 1200 قبل الميلاد، ثم تدرجت القبور خلال المراحل التاريخية المختلفة ووصلت حتى القرن الرابع قبل الميلاد، حيث عثر على بعض المومياوات أيضا كان في خلال هذه الفترة يتم التحنيط. ما يشد الانتباه في هذا المكان الطريقة التي بنيت بها هذه القبور الحجرية، أشكال موحدة وأبواب صغيرة جميعها تتجه
نحو مغيب الشمس، ويحيط بالقبور صفوف من الأحجار على شكل حزام يحيط بالمنطقة بأكملها، موقع أثري هام نالت منه رمال الصحراء ولصوص الآثار. هذه الأنماط أو هذه الجثث أو هذه كلها تعطينا معلومات قيمة عن أساليب وطرق الدفن والطقوس التي كانت تمارس خلال تلك الفترة. فكان المتوفي مثلا إذا كان محنط أو غير محنط يتم دفن أدواته إلى جانبه. هذه الأدوات كما ثبت لدينا من مقبرة محمد الأوام لم تكن بالحجم الطبيعي وإنما كانت رمزية، وهذا يعطينا دليل على أن الإنسان اليمني القديم خلال الفترة السبائية كان يؤمن بالحياة بعد الموت وأنها حياة مجازية وليست حياة واقعية كما هي في الوقت الحالي. أنت الآن تقدر تصنف ثلاثة أنواع من القبور: مقابر برجية، مقابر محفورة في الأرض، مقابر صخرية. وعادة المقابر الصخرية هذه كانت تدفن فيها الجثث المحنطة. إدراج منظمة اليونسكو لعدد من معالم وآثار مأرب في قائمة التراث العالمي لم يدفع الجهات المعنية للحفاظ عليها وعلى هذه القبور الأثرية الحجرية التي يزيد عددها عن 3000 قبر وفقاً للدراسة الفرنسية، وتتوزع على قمم جبال الرويك وصحراء العبر وجبال يام وحضرموت الشرقية. خليل المليكي لبرنامج أسبوع البلد، مأرب. إلى أبين مشاهدينا، حيث تشهد المحافظة موسم حصاد محصول الطماطم وهو أحد أهم محاصيل الخضروات والمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والتي تستهلك إما طازجة أو من خلال التصنيع. نتابع. تشهد محافظة أبين موسم حصاد محصول الطماطم أحد أهم محاصيل الخضروات والمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية التي تستهلك طازجة أو من خلال عمليات التصنيع. في هذه المزرعة الواقعة في المنطقة الوسطى يحصد هؤلاء العمال ما يزيد على 400 سلة من الطماطم في اليوم الواحد لتصدر لاحقاً إلى الأسواق المحلية في محافظات البلاد. هذه تشتهر محافظة أبين بإنتاج الطماط في المنطقة الوسطى دثينة، وتقوم بتصديره إلى المحافظات الأخرى. و طبعاً منطقتنا مشهورة بزراعة الطماط، والآن نحن نتم في جناء أو جمع محصول الطماط في هذه المزرعة. ويمكن حصاد معظم أصناف الطماطم بين 7 و10 أسابيع من الزراعة، ويعتمد الوقت من الزراعة إلى الحصاد على الصنف المزروع والظروف المناخية وعمر الشتلات المزروعة، وتساعد خصوبة التربة في أبين على إنتاج المحصول الجيد من الخضروات وغيرها. في هذه الأيام تشتهر المنطقة الوسطى في محافظة أبين بحصاد الطماطم، ويتم تصدير إلى كافة المحافظات في الجمهورية. وتشتهر المحافظة بزراعة الطماطم بعدة أنواع، الميزر والأنواع الأخرى التي تمتاز في المحافظة، كما يتم يعني تصديرها كما أسلفنا. والمزارع في المنطقة الوسطى يعني يفتقر للدعم من البذور والمبيدات والديزل والألواح الشمسية. ومع ما تقدمه المحافظة من محاصيل متعددة من الخضروات والفواكه، إلا أن العملية الزراعية تثقل كواهل المزارعين جراء ارتفاع التكاليف من البذور والوقود والأسمدة دون تدخل مؤثر من قبل الحكومات أو المنظمات المانحة. ويطالب المزارعون بتدخل الدولة ووضع الحلول المناسبة التي تساعد المنتجين على مواصلة العمل وتقديم خدماتهم للمواطنين المستهلكين من هذا المنتج والاستمرار فيه. حيدر أحمد لبرنامج أسبوع البلد، محافظة أبين. في وادي حضرموت تقف عدد من القلاع والحصون كحارس يطل من علو ومنذ القدم، ولكل قلعة أو حصن صغير قصة أو حدث يمثل شهادة على التاريخ. المنطقة في هذه المنطقة أو في المراحل الزمنية المتعددة وجدت هذه الحصون، غير أنها تعرضت للإهمال الذي أدى لاندثار معظمها. حصن مطهر نموذج بسيط لحالة هذا الإهمال.
تاريخه العريق ورمزيته الكبيرة لم تشفع له في هذا الحال الذي بات عليه الحصن، الذي لم يستسلم وينحني رغم ما تعرض له من الإهمال. حصن مطهر المتربع على الجانب الشرقي من جبل كحلان الواقع على الطريق العام مقابل منطقة السويري جنوب مدينة تريمة بمحافظة حضرموت. يعود الحصن وفقا لمراجع تاريخية لآل مطهر اليافعيين الذين حكموا في حقبا سابقة، ونظرا لموقعه الاستراتيجي وبنائه الحصين تهافتت عليه أنظمة الحكم المتتالية واتخذته مركزا مهما لإحكام قبضتها على الحكم. الحصون والأكوات اليوم تعاني اندثار كبير في مدينة تريم، قائمة المنظومة أو منظومة القصور والأكوات كاملة في مدينة تريم اندثرت، واليوم لا يعد منها إلا القليل. فنحن بحاجة إلى إعادة نموذج حتى ولو قليل، أو نموذج أو نموذجين لإعادة المنظومة الحربية العسكرية لتطويرها، ولو جزء بسيط ليعدوا هذه المنظومة التي بنيت على الأماكن المرتفعة. ظل الحصن الذي تهاوت معظم أجزائه جراء عوامل التعرية وغياب الصيانة له يقاوم وحيدا، إلا أن معالمه باتت تتلاشى يوما بعد آخر. فمنذ القدم كانت ولا تزال بقايا الحصن تلفت أنظار المارة في الطريق العام نظرا لجمال بنائه وروعة تصاميمه، إذ يشكل انموذجا رائعا لفن العمارة الطينية. الحصون كثيرة في نمطها، في تصميمها، في موادها، تحتاج إلى اهتمام. نحن وفق ضوابط وفق قانون هيئة المدن التاريخية من مهمتنا الحفاظ على الحصون والقلاع إلى جانب هيئة الآثار، لكن بانتشارها الكثير في الوادي لم نستطع إلى الآن من حماية هذه الحصون، ورغم أنها تأتي لنا نداءات وتأتي لنا مقترحات بترميم حصون موجودة في كثير من القرى. المقترح الوحيد هو أن نسعى إلى رفع مقترحاتنا إلى الجهات المختصة وإلى المنظمات المانحة، صندوق اجتماعي التنمية، مشروع الأشغال، منظمات. الآن المجال مفتوح لرفع أي مقترح تمويل ترميم الحصون، لأنه فعلا الحصون التاريخية بحاجة إلى محافظة وبحاجة إلى توثيق قبل أن تهدم في ظل متغيرات المناخ الموجودة حاليا. في وادي حضرموت تقف عدد من القلاع والحصون كحارس يطل من علو ومنذ القدم، ولكل قلعة أو حصن صغير قصة أو حدث يمثل شاهدا على تاريخ المنطقة في مرحلة زمنية. وتلك المعالم وهي كثيرة على امتداد الوادي وتصل إلى المناطق الساحلية، عدد منها بوضع سيء وآخر بوضع لا بأس به. ويبقى السؤال، إلى متى سيظل هذا الإهمال يطمس التاريخ تحت أنظار الجميع؟ لبرنامج أسبوع البلد، قناة المهرية، حضرموت. إلى هنا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة أسبوع البلد. تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، في أمان الله.